السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك اللي لسه ما اشتركش وتدعمونا إن شاء الله. إن شاء الله معنا مقطع قصير لركنة صغيرة للأماكن الضيقة. الركنة دي لون كشمير في رصاصي في أسود قدام حضرتك اهيت، تمام، بسيطة جدا. وطبعا الاسفنج كثافة 35 واسفنج الدار 5 سنتي. طبعا الترابيزة لأول مرة بنعملها تنجيدا زي ما الزبون طلب، طبعا شكلها برضه بسيط وجميل وركنة صغيرة، يعني المكان صغير وبسيط. يعني طبعا من أجمل الألوان مع بعضها الرصاصي مع الأسود، ألوان تحفة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.